باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بعد ما اتكلم في الإصحاح الأول عن التجارب وإزاي نتواجه معها بالحكمة وبالاتضاع بعدم الاتكال على الغنى أو الإمكانيات البشرية وبعدم التذمر وإلقاء اللوم على الله، وبعدين كمان بالإسراع في الاستماع والإبطاء في التكلم والإبطاء في الغضب ومساعدة الناس اللي في التجارب زي اليتامى والأرامل، يدخل بقى في الإصحاح الثاني يتكلم فيه عن الإيمان والأعمال. وأعتقد أن الموضوعين مرتبطين ببعض، لأن ممكن إنسان مؤمن لما يدخل في تجربة ينكشف أن إيمانه كان مزيف، دي احنا قلناها في وسط الشر، فبيجي أكد عليها بقى معلمنا يعقوب أن لازم الإيمان يبقى له برهان عملي، والآية المشهورة إيمان بدون أعمال ميت. ومعلمنا يعقوب بيشرح العلاقة بين الإيمان والأعمال زي العلاقة بين الجسد والروح، لو الجسد بدون روح هيبقى ميت. وأقدر أقول لكم زي العلاقة مثلا بين النور والشعاع اللي خارج من النور، شو ممكن تفصلهم عن بعض؟ أو زي وجهين لعملة واحدة، مش ممكن تفصلها عن بعض؟ قولولي الصليب ده إزاي ممكن يكون ناحية واحدة؟ إزاي؟ يعني مهما عدت أقص فيه لازم في الآخر فيه وش وظهر، صح كده؟ فهو الإيمان مع الأعمال في ترابط شديد جدا، مش ممكن نفصلهم عن بعض. بيبتدي يقول بقى: يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. لا يكن لكم إيمان ربنا، كلمة إيمان ربنا يعني الإيمان بالمسيح، ما يصحش يكون عندكم إيمان بالمسيح وإنتم بتسلكوا بمحاباة. يعني لا، عايز يقول لو كان واحد مؤمن بالله إيمان عادي غير إيمان بالمسيح في أي ديانة وعنده محاباة، نلتمس له العذر. لكن ما يصحش بقى واحد آمن بالمسيح ويكون عنده محاباة. طب ليه؟ لأن معرفة الله بدون التجسد ما تديش فضائل. الله موجود ده الشياطين يعرفوا كده، لكن التجسد خلى الله اللي فوق دوت حاضر في وسطينا وبيمارس حياتنا بطريقة فاضلة، أصبح أنا ما عنديش عذر، ما عنديش عذر. أنا فاكر في الجيش كان كل ما يدونا تدريبات رياضية أول حاجة يقول لك بيان على المعلم، اللي دخلوا الجيش يفتكروا العبارة دي، بيان على المعلم. الأول يقول إن إحنا التدريب بتاعنا هيكون كذا 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 كذا، كلام نظري، فالواحد واقف مش فاهم عايزه ليه، فيقول بيان على المعلم ويعمل هو التمرين، فنبتدي نشوفه بيعمل زي نعمل زي. لو حس ان عساكر اتلخبطوا يقول بيان تاني على المعلم، هعمل تاني انا بنفسي عشان تشوفوني. فانا بتخيل نفس الحكايه، الله قاعد في السماء يدينا اوامر واحنا مش فاهمين هو عايز ايه، فقال بيان على المعلم، انا هاجي واوريكم بتعملوا ايه.
فمفروض نشوفه نتعلم منه. اصبح النهارده احنا ما عندناش عذر بقى. فقال ما يصحش يكون لكم ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباه. طبعا هاخد كلمه المحاباه قبل رب المجد عشان اربط دي بدي. ايه المحاباه؟ ان انا بميز واحد عن واحد، بس التمييز هيكون صح لما يكون اللي بميزه من حقه يتميز. يعني ايه من حقه يتميز؟ واحد طلع الاول على الدفعه، نديله جايزه ولا ما ندوش؟ دي محاباه؟ مش محاباه، هو يستحق. واحد فقير جاي الكنيسه ياخد فلوس، اديله ولا ما ادلوش؟ طب وانا ما اديتش الغني ليه؟ هل دي محاباه؟ لا، ده مستحق. واحد مريض فسبت الدنيا كلها ورحت زورته، هل دي محاباه؟ ده هو يستاهل الزياره. عشان احيانا برضو احنا بنفهم غلط، عندنا في بقنا كلمه اشمعنى. اشمعنى دي ممكن تكون غلط، لان في واحد يحتاج الاهتمام او يحتاج التقدير او يحتاج او يستحق يعني. اما المحاباة هي ان انا بميز واحد عن واحد بمزاجي بقى. في واحد استظرفته، واحد استغلسته لله في لله كده. او في واحد غني فما اقدرش اقول له توب. واحد تاني يعني أنا واخد راحتي معاه. فدي اسمها المحاباة، اللي هي معاملة الناس بالتمييز بناء على النظر إلى الوجوه. عشان كده الكتاب يقول الله لا يأخذ بالوجوه. طب إيه علاقتها بكلمة رب المجد؟ ليه قال هنا رب المجد؟ لأن لما تكون أنت ابن لرب المجد هتحابي ليه؟ اشرح لكم اكتر. لما يكون في طالب في الجامعه جايز يحابي استاذه علشان يعني يتملقه عشان ياخد منه درجه، لكن استاذ الجامعه هيحابي زميله ليه؟ ده استاذ زي زيه. جايز استاذ الجامعه يحابي العميد عشان يرقيه، لكن هيحابي زميله ليه؟ هيحابي التلميذ ليه؟ جايز استاذ الجامعه يحابي رئيس الجامعه، لكن لما بقى رئيس جامعه هيحابي مين وليه؟ جايز يحابي رئيس الجمهوريه عشان يعينه وزير ولا حاجه. طب رئيس الجمهوريه حابي مين وليه؟ اذا ايه المحابي دوت؟ انسان محتاج، بيحابي علشان يستفيد. طب لما اكون انا ابن رب المجد احابي ليه؟ عشان كده نقر لهم على كلمة رب المجد. ما يصحش تكون انت ليك ايمان برب المجد وتقعد تتسول من الناس الرضا. التسول دوت انك انت بتحابيه عشان تاخد منه كلمة حلوة ولا تاخد منه احسان بأي صورة. حطش نفسك مكان المتسول، خليك قوي في الحق. ودي اللي خلت يوحنا المعمدان يقف قدام هيرودس يقوله لا يحل لك، لانه مش عايز حاجة. فأغسطينوس قال كده: جلست على قمة العالم لما صرت لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء. فاذا كنت انت غني برب المجد ما تزلش نفسك لحد. لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد وإنتم عايشين في المحاباة. ما تلقش، مش مقامكم. ودنا النموذج بتاع المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. شوفوا المعاملة، نتيجة ده غني وده فقير، والغني
عرفت انه غني من مظهره، لابس خواتم ذهب وملابس بهية. فقلت نظرتم إليه، معناها اهتميتوا بيه، لفت نظركم. واحد دخل الكنيسة يعني محدش أخذ باله منه، والتاني أخذ، دخل الريحة بتاعت البرفانات بتاعته ضربت في الكنيسة كلها، والشخليل بتاعت الصيغة اللي في إيديها عملت شخلل. فكل التفت، تفضل حضرتك، تفضل سعادة الباشا، تفضل يا مدام هانم. والتاني الغلبان اللي واقف بملابس على قده قالوا له اركن لو سمحت على جنب، احنا النهارده عندنا تصوير فيديو شكلك وحش. طبعا ده هو دي المحاباة، هي دي الإهانة للإنسان. للعلم ركزوا معايا في الحتة دي، هي إهانة مش للفقير بس وللغني أيضا. تعرفين ليه؟ أصلا احترمته ليه؟ عشان غني. طب افرض الراجل دوت في يوم من الايام افتقر، هحترمه؟ يبقى انا قدرته بايه؟ بفلوس مش بذاته. فالاهانه اصابت الاثنين. انا عايز اقدرك واحترمك واحبك لذاتك مش عشان خاطر فلوسك. وبالتالي الواحد سواء كان عنده كتير او قليل هو محترم. طبعا هذا المبدا الانجيلي الجميل صار مصدر لقوانين حقوق الإنسان. وتلاحظ الثقافة في الغرب كده، الثقافة في الغرب كده. بيقولوا في مرة كان واحد راكب أتوبيس في السويد، بعدين قاعد جنب واحد، الراجل اللي أنا بتكلم عنه ده أجنبي بالنسبة لبلد السويد، فبيتكلم مع واحد سويدي بيقول له أنا في الحقيقة ضيف وغريب في هذه البلد. قال له حضرتك من فين؟ قال له أنا من أمريكا. فقال له في الحقيقة أمريكا دي بلد الديمقراطية. قال له آه. نفخ ريشه كده وقال له إحنا عندنا في أمريكا أي مواطن يقدر يدخل البيت الأبيض يقابل رئيس الجمهورية، يقدر يتكلم مع أي حد، كلنا أحرار وكلنا عندنا الديمقراطية. قال له برافو، حقيقة حاجة كويسة، بس إحنا عندنا في السويد ممكن تجد نفسك قاعد في الأتوبيس جنب ملك الدولة. قال له ياه. قال له آه، بيركب الأتوبيس عادي يعني. شويتين وقف الأتوبيس، فالراجل ليه السويدي ده نزل، فالناس قالوا للضيف انت عارف مين كان قاعد جنبك؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ده جلالة الملك راكب الأتوبيس وبينزل في محطته ورايح بيته، يعني جلالة الملك. الثقافة الغربية المبنية على الكتاب المقدس خلت الإنسان محترم في ذاته مش في وظيفته. الإنسان محترم في ذاته لو كان بواب العمارة أو الزبال اللي بياخد الزبالة من الشوارع أو الدكتور اللي بيعالج الناس أو الوزير أو رئيس الجمهورية. اللي بيغلط يتحاسب، واللي بينتج إنتاج كويس ياخد مكافئته، والناس كلها تحترم بعضيها. ده فكر مبني على الكتاب المقدس. وكل إنسان له حق في الحياة، كل واحد من حقه يبقى عنده شقة، ومن حقه يبقى عنده هدوم، من حقه عنده أكل، من حقه يتعالج لما يعيا. مش الغني لما يعيا يلاقي المستشفيات الغالية تخدمه، والفقير يروح التأمين الصحي اللي هو بيدوله أدوية لا تصلح لحالته، بس هو الدكتور يا عيني قالوا له هي دي القايمة اللي تصرف منها، لو خرجت براها نخصم من مرتبك. لا، الكل يتعالج، الكل ياخد فرصته في الحياة. دي ثقافة مبنية على الكتاب المقدس. ايه رأيكم بقى لما يحصل جوه الكنيسة هذه المأساة، ان الغني اخد حقه تالت ومتلت والفقير بصينا له كده بازدراء؟ دي اسمها محاباة. طبعا جايز انتم مش بتقعوا في الغلطة دي، لكن انا عايز امد المفهوم لحاجة ممكن نقع فيها عشان ناخد بالنا. قد يكون الغني هو انسان غني في اللباقة، فواخد حق بدراعه وبلسانه،
والفقير واحد غلبان مش عارف يحط منطق، فاحنا بنهمله نحتقر. فلان ده عم احنا عشان نتجنب لسانه اللي عايزه ياخده. ودي شكوى ممكن تحصل جوه الكنيسة، تلاقي خادم يعيني حقه مهضوم لانه مش من النوع اللي يتكلم، والتاني محدش قرب ناحيته لانه واكل الجو، ده غني وده فقير. وامين الخدمة اللي ميز ما بينهم بيحابي الوجوه، مش عشان غني في الفلوس لكنه عشان غني في الكلام. ممكن الغني يكون انسان شخصيته قوية، والفقير انسان يقصد به انسان شخصيته على قده. هل الطلب عامل الاثنين بنفس المقدار، ولا انا بحاب الوجوه ايضا؟ ما يصحش يكون لنا ايمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. بس خلي بالكم كمان الكتاب المقدس بينبهني ان انا حتى ما حابيش الفقير. يعني في الشريعة في الناموس افرضوا في واحد فقير قتل، وقف قدام القاضي قال له لا تحاب الفقير، مش عشان هو فقير يتطلعوا براءة ياخد عواقبته برضه، زي ما بتحبيش الغني بتحبيش الفقير، كله ياخد حق، لألا برضه الناس من كتر حساسيتنا ناحية الفقراء الفقراء يستغلون هذه النقطة وياخدوا حقوق مش حقوقهم. عامل زي برضه السلبية دي موجودة في المجتمع الغربي، عندهم أربع حاجات حساسين جدا محدش يقدر يقرب ناحيته، تستغربوا لهم. أول حاجة المرأة في منين فويس، لو واحدة قدمت في شغل وما قبلوهاش ممكن ترفع قضية ديسكريمنيشن. ديسكريمنيشن يعني إيه؟ اسمها إيه؟ التمييز العنصري. وتقول إن صاحب الشركة ما أخدنيش عشان أنا امرأة، وتاخد تعويضات مذهلة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين السود، نتيجة ان كان فترات طويلة السود ملهمش حقوق، فلو تلاقي السود دول اي حتة يدخلها يقول له اللي انت عايزه خده، لان ممكن يرفع ضد قضية اسمها ديسكريميشن دي تخرب الدنيا. وتالت حاجة الاطفال، الاطفال لهم حقوق فائقة. ورابع حاجة بقى تستغربوا لها الكلاب. سوري يعني اللي عنده كلب يعني. فأحيانا الناس تستخدم العدل والمساواة بطريقة غلط يهددك. طب ما دي برضو خرجت عن الحدود اللياقة والشيء المظبوط. الآية 4، فهل لا ترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ الارتياب يعني الشك، بأنت بعد ما تصرفت كده ما رجعتش من بينك وبين نفسك متضايق انك عملت كده وترتاب وضميرك يوجعك. وكلمة تصيرون قضاة أفكار شريرة زي كلمة قاضي الظلم، القاضي الذي يحكم بالظلم اسمه قاضي الظلم، والقاضي الذي يحكم بأفكار شريرة اسمه قاضي أفكار شريرة. فهمت دي بقى؟ بقيت انت قاضي أفكار شريرة. ايه الأفكار الشريرة؟ انك انت بتميز فلان عن فلان عشان ده حلو وده وحش، او ده غني وده فقير، او ده قوي وده ضعيف. ده احيانا في مدارس احد تلاقي طفل كده ظريف جدا ولبق ولذيذ ولابس حلو وبيته منظفه، فتلاقيه ده اللعبة بتاعت مدارس احلى. وعيل تاني وشه مش عارف شكله ايه وملابسه ايه، زق زق زق. فمن صغره هيطلع يحس بالديسكريميشن دي. هل لا ترتبون في انفسكم وتصيرون قضاة افكار شريرة؟ اسمعوا يا اخواتي الاحباء، كلمة اسمعوا هنا يعني ايه؟ خدوا بالكم، ركزوا معايا، انصتوا. اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ خلي بالكم ما قالش اختار الله كل فقراء العالم، وما قالش اختار الفقراء فقط،
بس هو بياخد نموذج. مش في ناس فقراء ربنا عملهم أعمدة في الكنيسة؟ انتم ناسين ان بطرس كان صياد سمك؟ ناسين ان ممكن انسان غلبان زي انيانوس الاسكافي يبقى بطرك للكنيسة؟ الله يختار الفقير ويقيمه من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه. ليه انتم ما تكونوا زي ربنا؟ ليه ما تكونوا زي ربنا؟ انا عايزكم تتخيلوا قصة انيانوس دي. تخيلوا في راجل من اثرياء مدينة الاسكندرية، وبعدين معدي رايح جاي على انيانوس اللي قاعد قدام باب محله بيصلح الأحذية، وقال له يا انيانوس ما عندكش حذاء كويس ليا؟ يقول له سعادة الباشا انا راجل غلبان، كل اللي عندي حاجات قديمة بصلحها. يقول له طيب انا ما عنديش وقت اشتري، فبكلفك تشتري لي حذاء. يقول له ده شرف كبير جدا يا سعادة الباشا، ويديله كده فلوس في ايده، دي ليك قدام تعبك، ودي فلوس الحذاء. يلاقي الفلوس بتاع الحذاء دي حاجة كبيرة جدا، ويروح يشتري له حذاء محترم، ويجي يقول له طب حطه لي في رجلي، يقعد مدد رجله كده يلبسه له في رجله، لمعه لي لو سمحت لمعه له. وبعدين يجي ماري مرقس يبشر انيانوس، يصير انيانوس اول اسقف، والراجل الغني دوت بقى مسيحي. ايه رايكم في المنظر بقى؟ هيجي يبوس على ايده ويتعمد منه ويتناول من ايده ويقول له يا ابي انا عملت خطيه عايز اعترف بيها، صح كده؟ وينحني قدامه يقول له باركني. شفت المسيحية بتعمل ايه؟ لا، حكاية مش حكاية اصل وفصل وعزوة ونسب واموال، لكن الهنا له مقاييس اخرى. اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان؟ مش ابراهيم ساعة لما خرج من بلده طلع كده بعصايته؟ مش يعقوب ساعة ما هرب من وجه عيسو طلع بعصايته؟ مش داود في يوم من الايام كان راعي اغنام ومضطهد ومطرود، وفي يوم من الايام كان جعان هو والرجال اللي معاه؟ جعان، شوف يعني ايه جعان دي، يعني تحت مستوى الفقر. عارفين يعني ايه جعان؟ مش لاقي اكل. في فرق بين واحد جعان وعنده فلوس وهينزل يشتري اكل، او واحد جعان وعنده فلوس في مجاعه في البلد، او واحد جعان وما عندوش اللي يقدر يجيب بيه. وفات على رئيس الكهنة وقال له ما عندكش عيش؟ قال له ما عنديش غير الأكل المقدس الذي لا يحل أكله إلا للكهنة. قال له اعمل معروف الدهون. أكل وأكل الرجال اللي معاه. مش اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان؟ معلمنا بولس يقول كفقراء، ها؟ طب يغنيهم بإيه؟ بالإيمان. لما أرسل، ركزوا في القصة دي، أنسيموس في رسالة فيليمون. أنسيموس ده كان عبد عند فيليمون، سرق منه فلوس وهرب، ولما هرب راح روما اتقابل مع بولس فبقى مسيحي. فبولس قال له أول حاجة تعملها بعد ما بقيت مسيحي إنك تروح تعتذر لسيدك اللي أنت سرقت منه. فقال له مش ممكن، ده انا لو رحت هيقبض عليا يموتني. قال له انا مين سيدك؟ قال له فيليمون. قال له فيليمون ده صديقي وبقى مسيحي، هبعت له رساله عشان اوصي عليك انك انت ما يعاقبكش. فكتب في الرساله دي قال له اقبلوا نظيري كانك انت بتقبلني انا. وقال ده انسيموس ابني اللي انا ولدته في قيودي لانه كان محبوس. وقال ان كان ليك عليه شيء او ظلمك بشيء فاحسبه عليا، يعني أنا مستعد أدفع كل حاجة أخدها منك. بعدين رح قال له إيه؟ بس أنا مش عايز أقولك إن أنت كمان مديون لي بحياتك. إذا كان هو سرق منك 1000 2000 أدهم، بس ما تنساش إن أنت مديون لي بحياتك. ليه؟ لأن بولس نصر فيليمون. قولوا لي بقى المعمودية دي تساوي قد إيه من الفلوس؟
دخول ملكوت السماوات يساوي قد ايه من الثروة. عشان كده قال صحيح انا فقير ما عنديش فلوس اسددها بدل أنسيموس، لكن انا اغنيتك بالايمان فانت مديون ليا. فاحسب الدين بتاع أنسيموس جزء من الدين اللي عليك ليا، لان انا انقذتك من الهلاك الابدي كفقراء ونحن نغني كثيرين. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أقول له بس كده خف معانا يا معلم بولس، تملك إيه؟ أنت لا تملك شيء، ده أنت كنت راجل عامل بيدك، مش كان بيشتغل خيام عشان يصرف على الخدمة على نفسه يعني أرزاقي؟ يقول لي بس أملك كل شيء بالإيمان كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا نحن نملك كل شيء. بطرس الرسول قال للراجل المقعد ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك. إيه بقى الذي يملكه بولس بطرس؟ باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وقام الراجل. لو مسكنا الراجل المقعد ده نسأله انت بقالك قد ايه بتشحت؟ يقول من ساعة ما اتولدت. مين اكتر واحد ادك احسان؟ فلان اداله 1000 وفلان اداله 2000 وفي حد اداله مليم. مين اكتر واحد ادك احسان؟ يقول بولس بطرس. ليه؟ لانه شفاني. اي واحد بديني صدقة تتصرف في نفس اليوم، لكن ده اداني صدقة تعيش معايا طول العمر وتخليني انسان منتج بعد ما كنت مكسح. هناك قصة ما يصحش أقولها بس يعني جت في بالي دلوقتي. يقولوا إن بابا روما في أحد العصور وهو بيعتبر نفسه خليفة بطرس، ساعة ما كانوا بيبيعوا السماء بسكوك الغفران كان في كهنة ورهبان مخصوصين زي مأمورين ضرائب ينزل البيوت ويدي السكوك وياخد الفلوس. لموا فلوس كتير جدا لدرجة أن خزائن الفاتيكان بقت معرمة فلوس. فجي في مرة البابا بتاعهم بيفتح كده باب الخزنة كبيرة، أوضة كبيرة ومليانة فلوس، فبيقول للتلميذ بتاعه مضى الزمن اللي كان بيقول فيه بطرس ليس لي فضة وذهب. فرد عليه التلميذ بأسى وقال له مضى الزمن اللي يقول فيه بطرس باسم يسوع المسيح الناصركم وامشي. وإما الله وإما الفلوس، يعني إما يكون مستندي في الخدمة هو الله أو مستندي هو الفلوس، بيعتمد على إيه؟ فإحنا نبقى فقراء لكن نغني كثيرين. وليس الفخر في المسيحية كم يملك الإنسان، ولكن الفخر كم أخدم الناس. اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. نفسي أعد من الآية دي بس شكلها فيها شغل كتير يعني. أنبا أنطونيوس لما كان عنده أظن 200 فدان ولا قد إيه؟ كم؟ 350 فدان من أفخر الأراضي في منطقة بني سويف. كان غني ولكنه ما كانش أنبا أنطونيوس، كان أنطونيوس. لما ساب ده كله بقى أنبا أنطونيوس، صحيح؟ طلع الجبل وهو فقير لا يملك شيء، فصار غنيا بالإيمان. لو أن أنطونيوس الشاب الغني قعد في بني سويف كان زمان الأراضي النهاردة ملكه أو ملك نسله. فكروا في دي، هل حد فينا النهاردة يملك قطعة أرض في أي حتة يقول ده أنا ورثتها عن فرعون اسمه فلان؟ ما الأراضي دي كانت ملك المصريين زمان، صح ولا غلط؟ أي حتة أرض أنتوا بتشتروها النهاردة كانت ملك لحد في يوم من الأيام، وادها لعياله وعياله عيدهم لعياله وباع وعمل. المهم في الآخر هل في حد في الدنيا يضمن أن الأرض اللي اشتراها النهاردة تقعد ملكه على مدى 1600 سنة زي أنبا أنطونيوس؟ هو فهم دي بقى، فهمها وعاد، قال لك هعمل بيها ايه؟
سيب ده كله، بيعه وزع للفقراء واطلع اعيش في الصحراء، بدل ما املك 350 فدان همتلك الصحراء الشرقيه كلها، كل البحر الاحمر ده بتاعي بدون مستندات انا واولادي. لغايه النهارده كلنا الرهبان اللي لابسين القلاصوه دي ولاد عم بنطونس. ادي الحكمه، اختار الله الفقراء اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. فقراء هذا العالم يقصد بها كمان الإنسان اللي مش بيغتني بغنى العالم. في آية تقول وليسوا أغنياء لله، يعني ممكن واحد يكون عنده فلوس بس مش هي دي مصدر غناء، مصدر غناء حاجة تانية، العقل الروحانية. صحيح عنده فلوس بس دي بالنسبة له مش هي دي رأس ماله، رأس ماله حاجة تانية. لقال حد فيكم من الناس اللي عندهم فلوس يتوتر دلوقتي يقولك طب اعمل ايه؟ ممكن انسان يكون عنده فلوس لكن يفتكر الآية اللي بتقول ليست حياته من امواله، وخلي رأس مالك حاجة تانية. انا عايز اقربها لكم زي ايه؟ زي مثلا ولد في سن الجامعة أو في سن ثانوي، عمالين نقول له يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر يا ابني ذاكر، بس هو في باله حاجة تانية. قال لك أنا لو اتدربت على كرة القدم وبقيت لعيبة كده بيتباع اللعيب ده بكام مليون، فهو حاسس إن مخه في حاجة تانية. بابا أنا هريحك، مش عايز ننجح هنجح بس سيبني كمان ألعب كرة لأن أنا عارف مستقبلي في الكرة. يا ابني الكوره دي مش مستقبل، يقول له بس سيبني انا هريحك هنجح، ينجح ويجيب الدرجات النهائيه يدخل احسن كليه، بس مش هي دي بالنسبه له راس ماله، هيبقى دكتور هيسيب الطب ويروح يلعب كوره. وتلاقيه يقول لك انا احسن من زملاتي اللي بقوا دكاتره مشهورين لان انا راس مالي في رجلي الذهبيه دي اللي بتحرك كوره تخلي العالم كله يتلف حوالين نفسه والفلوس تنزل ترف عليه. فأنا رأس مالي مش في العلم بالرغم ان انا خدته عشان اريحك. فدي نفس الحكاية، انت عندك فلوس وان ما جراش حاجة خير وبركة، ربنا اداني فلوس خير، بس مش هي دي الحاجة اللي انا بركز عليها. انا بركز على حاجة تانية، الحكمة، العقل، الروحانية، معرفة الله، خدمة الناس، محبة الاخرين، هي دي الرأس مالي. فده يبقى فقير، فقير بالنسبة للعالم لكنه غني بالنسبة لله. اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبون. أما أنتم فأهنتم الفقير. يبقى أنتم ماشيين بفكر عكس فكر ربنا. هو شاف الفقير ده كويس، أنت بتهينه عشان هو فقير. بعدين أليس الأغنياء تسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أنت عارف لو واحد فقير اتظلم يقعد يعيط يقول لك طب هروح فين دلوقتي؟ نقول له يا عم ارفع قضيه، يقول انا حمل قضايا وانا معايا فلوس اديها للمحامي. طب هتعمل ايه؟ يقول له هسلم امري لله. فاللي يتظلم من الفقراء مش هيتعبك، لكن مين هيتعبك؟ الغني اللي يقول لك لا ده انا واك ان شاء الله حتى الى الابد محاكم ومحاميين وهصرف على القضيه دي حتى لو خسرت كل اموالي، بس لازم اخد حقي تالت ومتلت. فبيقول له مش الأغنياء دول هم اللي ممكن يهنوكم ويتسلطوا عليكم ويجرونكم للمحاكم، أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم. يمكن برضو الفقير الغلبان ما يتجسرش أن يجدف، لكن التاني مفتري. فإن كنتم تكملون الناموس الملوك حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسن أن تفعلوه، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. دي معناها إيه؟ جايز واحد بيكرم حد من الأغنياء فيجي يعقوب الرسول يقول له أنت بتحابي، يقول له لا ده أنا بحبه، مش الكتاب المقدس قال تحب قريبك؟ فقال له في الحقيقة لو كنت بتنفذ الوصية دي يبقى معك حق، حسنا تفعلون، لكن لو كنت بتحابي يبقى انت بتتعدى الناموس.
فاهمين دي يعني ايه؟ لألا النهاردة الناس تبقى عندها حساسية ان لو دخل في وسطينا واحد دلوقتي من رجال الأعمال، راجل مسيحي ومن شعبنا في الزمالك، في باب اللوق، في جاردن سيتي، في مناطق دية، ودخل يحضر معنا المؤتمر، فقلنا له اتفضل، طب هنا جنب الأبها هو بعدكم بتحابوا الوجوه. طب هو الراجل كويس ما عملش حاجة، هو أساسا راجل أخلاقه كويسة، محب للكنيسة، محب للفضيلة، محب للفقراء، بيصرف على الكنائس، بيصرف على الفقراء، وإحنا بنحبه مش عشان غني، لأنه هو شخص كويس. أبقى أنا حساس لدرجة أن أنا أجي عند الغني أهينه، أجي عند الغني أهينه عشان ما يبقاش الكتاب المقدس بيدني، وبان في عينين الناس شوف بقى أهو مهموش وأنا طلعت أنا البطل، والتاني عيني تتسد نفسه يقول إيه الكنايس اللي مش مقدرة قيمة الناس دوت، ويمشي وما يجيش الكنيسة تاني. مش أنا يبقى تسببت في هلاك نفس؟ فراح معلمنا يعقوب عدلها على طول، قال لو كنت انت هتكرم الغني تنفيذا للوصية اللي بتقول تحب قريبك كنفسك فحسنا ان تفعلوه. طب انا ايه اللي يكشفني ويخليني انا بكرمه تنفيذا للوصية ولا بكرمه محاباة؟ ايه اللي يكشفني؟ شخصيته ايه؟ الشخص نفسه. يعني طب ايه كمان؟ نعم؟ عايز حاجة منه ولا مش عايز حاجة منه؟ معاملة الفقير أهمهم دي، شخصيته، أنا عايز حاجة، إيه اللي بيحصل بالظبط. لكن مهم كمان أنت بتحب قريبك كنفسك، وقريبك ده الغني بس يعني ولا كل الناس بتعاملها كويس؟ مدام بعمل كل الناس كويس يبقى لما احترم الغني إيه المانع؟ وانا الفقير قلت له لا، يجي واحد من رجال الاعمال اغنياء جدا ملياردير ويجي عايز يلبس التونية في الهيكل اقول له انت غني تطلع برا؟ لا يلبس. طب وجالي واحد من العمال اللي بيشتغلوا عنده فراشين في المصنع بتاعه وعايز يلبس اقول له لا بلاش النهارده لحسن فلان بيه موجود، ده يلبس ده يلبس وده ياخد مرد وده ياخد مرد والاثنين يتناولوا من كاس واحد في المصنع، ده حاجه تاني. لكن في الكنيسة كلنا ايه واحد. فضل خد المايك بس. ولا من ضمن نظام الكنيسة ان الملك لما بيحضر القداس لما يكون ملك ارثوذكسي يحطوا له هيك كرسي جوه الهيك، لغاية دات عندنا في الموروثية الكرسي بتاع الهيلاسلاسي لما كان يجي يقابل البابا كرولوس ويصلي يقف في الهيكل جنب البابا. فما فيش مانع الانسان العظيم لما يكون كمان عظيم داخليا اكرمه. الكرامة لمن له الكرامة، ما نبقاش حساسين بقى لان هغلط الغلطة بس بطريقة معكوسة، ان انا مسكت الغني دوت في وسط الكنيسة وهزقته عشان الناس تقول شوف ابونا بتاعنا بقى ما بيهموش الاغنية. طب هو الراجل زي ما عملش حاجه غلط، انا عايز ابان ان انا بطل، دي مش مظبوط. برضه مش مفروض ان انا احاب الوجوه واهين انسان بدون ان يستحق. القديس يوحنا ذهبي الفم في مره وبخ الامبراطوره، ولما تعمل حاجه كويسه تبقى ممدوح. فاحنا مش الفكره ان انا اوبخ وامدح على الفاضي، لكن اللي يستحق حاجه ياخدها بعدل. إن كنتم تكملون الناموس الملوكي، ليه سماه الناموس الملوكي؟ لأن اللي حطه ملك المجد. إيه الناموس الملوكي؟ تحب قريبك كنفسك، دي يعني القاعدة الذهبية في المعاملات، تحب الناس زي ما تحب نفسك حسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. المحاباة خطية متعدين ليه؟ لأن ممكن نطلع آيات كتير جدا من العهد القديم فيها كلمة لا تحابي الوجوه، لا تحابي الفقير، لا تحابي الغني، آيات كتيرة. طب إيه يعني؟ إيه يعني؟ لما كنت أنا إنسان كويس وعملت كل البر
وجيت عند الحتة دي كسرتها الدنيا خربت. فيقول لأ، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. صح كده؟ يعني أنا لو عندي التونية البيضة اللي بلبسها في القداس كلها نظيفة بتشف كده وبترف ومكوية وآخر تمام، بس يضبك فيها بقعة حبر بس، تنفع دي؟ يقول بقعة واحدة يعني، انت يعني لازم يبقى كلها ملطخة، ما دام فيها بقعة ما تتلبس، تروح تتغسل ونبقى نلبسها بعد كده لما تنضف. فممكن واحد يكون كويس في كل حاجة ولكنه أخطأ في واحدة فقد صار كاسرا للناموس، مجرما في الكل. بس مجرما في الكل يعني ايه؟ يعني مثلا الواحد لما يشتم كأنه قتل وكأنه زنى وكأنه سرق، لا، ما هي معناها ان انت كسرت الناموس فصرت عليك حكم الموت، سواء كان بقى حكم الموت ده نتيجة قتل او زنا او سرقة او شتيمة او محاباة الوجوه. ياه، يعني دي زي دي. من جهة الاجرة، اجرة الخطية ايه؟ موت. كلهم محتاجين صليب المسيح، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني لكن قتلت فقد صرت متعديا للناموس. لاحظوا هنا لما جاب الحتة دي مع المحاباة وقال اللي قال لا تزني قال لا تقتل، فإن لم تزني لكن قتلت، طب إيه علاقتها بالمحاباة؟ كأنه عايز يقول أنت لما بتحابي واحد كأنك قتلت، لما بتهين الفقير كأنك قتلته، لأن يمكن يكون القتل بالسكينة ولا بالرصاص أهون مليون مرة من واحد بهينه في وسط الناس. يعني بيبقى في قتل بالبطيء، حضرتك راجل طاهر محافظ على نفسك قوي، لكن من كتر طهارتك ونقاوتك بقيت شديد وقاسي وتعامل الناس بعنف مستندا انك انت طاهر محدش يقدر يمسك عليك غلطة، وطول النهار تقتل في الناس وطول النهار تفسد في سمعتهم، وفلان عمل وفلان سوى، عمال بتقتل في الناس وتحاب الوجوه، واحد يغلط تبلع له واحد يغلط تمسكها له، يبقى انت كده قتلت صرت متعدي للناموس. هكذا تكلموا هكذا فعلوا، كلمة هكذا يعني على هذا المنوال بطريقة دي، الكلام والفعل. كعتدين أن تحاكموا بناموس الحرية، عتدين يعني مزمعين، يعني ناويين نتحاكم بحسب ناموس الحرية. ناموس الحرية اللي هو قلناها امبارح ان في قانون، بس القانون ده بيخليني حر. احيانا الناس تظن ان القانون قيود، لكن حقيقة الامر القانون قيود للمخالفين. انا فاكر في مرة كنت راكب عربية مع واحد ومراجع من الدير للقاهرة، مش عربيتي يعني، واحد قال لي اوصلك، بس عربية على قدها كده. وبعدين جه الضابط وقفنا في السكة وقال له رخصك، طلع له رخص، حضرتك عايز الرخص ليه؟ قال له عشان انت الرادار لقطك. قال له انا هرضى ذمتك، العربية دي تقدر تمشي فوق المية؟ فالراجل ضحك قال له العربية دي، اولا انا راجل غلبان ما بعرفش اجري، والعربية نفسها مش بتاعي كده، فضحك ودال رخص قال له اتفضل. فكلمة قانون الحرية معناها ايه؟ ناموس الحرية معناها ايه؟ ان انا لما بيتحط القانون هيكتف اللي عايز يكسر القانون، لكن بالنسبة للي مش ناوي يكسر القانون ولا يتأثر. عايزين تخلوا السرعة على 100، بالنسبة لي دي 100 دي كتير قوي، عشان كده اسمه ناموس الحرية، لأن الحكم هو بالرحمة لمن لم يعمل رحمة. الآية دي خطيرة وصعبة، ممكن نحفظها، قولوها كده، الحكم هو بلا رحمة لمن لا يعمل رحمة. كل ما يجيلي في قلبي
فكر قساوة افتكر الآية دي تخلينا ترعب. عامل زي الآية اللي بتقول من يسد أذنيه عن صراخ المسكين هو أيضا يصرخ ولا يستجاب. خلينا رحماء. والرحمة تفتخر على الحكم. يعني ايه دي؟ يعني يوم الدين مفروض هنتحاكم بالحكم، حكم يعني العدل، ولكن لو كان العدل فقط حدش فينا هيدخل السماء. العدل فقط، لان مين فينا يتبرأ امام الله؟ ده احنا بنقول له في المزمور ان كنت للاثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لان من عندك المغفرة. لو كان بالحق وبالعدل محدش هيدخل، لكن هندخل بالرحمة. عشان كده بنصرخ في القداس كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. طيب عايز معلمنا يعقوب يقول خلي بالك الرحمة في يوم الدين هتفتخر على الحكم، هتقول العدل وطي شوية، هتقول العدل وطي شوية وأنا هتفوق عليك. لأنه ما كانش الرحمة تتفوق على العدل مش هندخل. فمعلمنا يعقوب بيقول يا جماعة في فرصة ذهبية ان احنا ندخل السماء، ان الرحمة تفتخر على الحكم. وانت جيت ضيعت الرحمة يبقى انت ضيعت الفرصة. هناك فرصة ذهبية لدخول السماء عن طريق الرحمة، فلو سمحت استغل الفرصة بانك تعمل رحمة. والذي يزرعه الانسان يحصد. ما اردت ما كل ما أردتم أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، وبالكيل الذي تكيل به يكال لك ويزاد. إذا كان كيل الرحمة ربنا يكيلك بالرحمة، إذا كان كيل الأساوة هيكيل بالأساوة. نفسي شعبنا تدخل بوالح التادي. أهم فضيلة أمام الله هي الحب وطيبة القلب والصفح والتسامح، والواحد يبقى طيب وغلبان ويتاكل فضيلة صدقوني ويتاكل بس ادخل السماء. مش اهم فضيلة هي الطهارة والعفة والنقاوة والصلاة الدائمة والسهر طول الليل والصيام بدون اكل طول العمر؟ ربنا يقول لك عملت ايه باللي انت عملته ده، انا عايزك ترحم اخوك. يدخل في الجزء الثاني. ما المنفعة يا اخواتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ طبعا السؤال هنا معناها إيه؟ لا ما يقدرش. ما المنفعة يا إخوتي؟ واحد ليه إيمان، كلمة إيمان لها معنيين قالهم معلمنا بولس في الآية اللي أنتوا حافظينها. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. كلمة الثقة تعبر عن مشاعر، أنا واثق فيك، يعني في علاقة بيني وبينك وخبرة بتخليني واثق. وكلمة الإقام تعبر عن معلومات، أنا متأكد إن إحنا دلوقتي في أبو تلات، معلومة. لكن ما أقدرش أقول أنا واثق إن إحنا في أبو تلات. واثق إيه؟ طب ما طبعا إحنا في أبو تلات. فالثقة تعبر عن العلاقة والمشاعر، والإيقان يعبر عن المعلومات والمعرفة. فإذا قلنا الإيمان هو الثقة يبقى علاقة مع المسيح، والإيمان هو الإيقان يبقى معلومات لاهوتية وعقائدية. أنا متأكد متيقن إن على المذبح جسد حقيقي ودم حقيقي حتى من غير ما أشوف، أمور لا ترى. متأكد إن الله في السماء، دي معلومة. واثق ان في اله بيحبني، دي مشاعر. واثق ان انا لما اخد جسد المسيح اللي على المذبح اخد غفران خطاياي، دي خبرة. طب ايه المنفعة يا اخواتي لو كان ليا ايمان والايمان يعبر عن علاقة مع الله وانا مش عارف اعمل علاقة مع الناس؟ اللي بيقول ان انا بحب الله ومحبش اخوه يبقى كذاب. وإيه المنفعة إن أنا أؤمن أن الله موجود وأنا مش بحترم هذا الوجود؟
وإيه المنفعة أن أنا أؤمن أن الله ثالوث وأنا مش عارف أعيش حياة الثالوث في حياتي، حياة الشركة؟ وإيه المنفعة أن أنا عارف أن الله تجسد وأنا مش بحترم الجسد ولا بقدسه؟ وإيه المنفعة أن أنا بقول الله تنازل إلينا وأنا مش عارف أتنازل للناس؟ وإيه المنفعة أن أنا عارف أن في جسد على المذبح وأنا مش بتناول؟ يبقى إيه المنفعة؟ هو الواحد لما يقرأ كلام عن الأكل يشبع؟ لازم ناكل. أو واحد يقرأ معلومات عن الصحة صحته تبقى كويسة؟ ما لازم ينفذ التعليمات. فما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ ما يقدرش. ادانا أمثلة بقى أن الإيمان بدون أعمال زي قلته. قال إيه؟ نمرة واحد، إن كان أخ وأخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهم أحدكم أمضي بسلام استدفية وأشبعة ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هو هنا خلي بالكم يضرب حجرين عصفورين بحجر. أولا بيقول أنت لما تلاقي واحد تعبان ساعده، مش مجرد تتعاطف معاه، لكن كمان بيشرح مفهوم الإيمان بدون أعمال. بيقول أنا شفت واحد عريان وجعان، قلت له يا عيني يا ده انت لازم تتدفى وتاكل، وسبته ومشيت. طب هو استفاد ايه؟ انت اشفقت عليه اه لكن ما اديتلوش حاجه. فبيقول هو ده المؤمن ومن غير ما يعمل حاجه، حبه مشاعر لكن ما فيش تنفيذ. فاستخدم المثل دوت علشان يبين ان الاعمال بدون الايمان بدون اعمال زائلته، وفي نفس الوقت عشان يقول لي لما تلاقي حد محتاج ساعده. هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال. كلمة أنت وأنا مش معناها يعقوب واحد تاني، يعني ده بيتخيل حوار بين اتنين. أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيمانك. كلمة أرني إيمانك بدون أعمالك معناها المستحيل، وأنا أريك بأعمال إيماني ده الممكن. واحد بيقول لي الجو دوت مليان إرسال تلفزيوني، أقول له طب ورهوني. يقدر يورهوني؟ ما كانش يجيب جهاز ويفتحه ويلقط الإرسال. فأنت مؤمن، وريني إيمانك دوت. لازم يتجسد الإيمان في شكل أعمال، لكن أنا هقدر أوريك إن في إرسال لما أجيب لك الجهاز بتاعي وأفتحه وألقط الإرسال. دايما الحكماء يقولوا أنا صدق عيني أكتر مصدق وداني. الودان كلام والكلام في الهوى، العينين حقائق. فأنت مؤمن وريني إيمانك. أنت تؤمن أن الله واحد حسنا انتفع والشياطين يؤمنون ويقشعرون. مش الشياطين كانوا يخرجون من كاسرين وهم يصرخون ويقولون أنت هو المسيح ابن الله الحي فكان إيه؟ طب بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، قال له إيه؟ طباك يا سمعان ابن يونس. معنى الشياطين قال له انتهارهم وقال لهم ما تنطقوش، بطرس قال له طباك، لأن ده إيمان عامل وده إيمان شياطين. الشياطين يؤمنون ويقشعرون. هنا الإيمان بتاع الشياطين هو إيمان نظري. لو مسكت الشيطان كده من قرونه وقلت له بسلطان الكهنوت هسألك وتجاوبني وما تكذبش المرة دي بسلطان الكهنوت، يصرخ ويقول لي ما أقدرش أفلفص من سلطان الكهنوت. قل لي الله موجود، يقول لي طبعا موجود. الله ثالوث، يقول لي الله ثالوث. الابن تجسد، يقول لي الابن الابن مساوي الاف الجوهر، يقول لي طبعا مساوي الاف الجوهر. يعني إيمان مية مية. يعني إيمان الشيطان أحسن من إيمان أريوس ومستور ومقدونس، وفاهم كل حاجة، فاهم كل حاجة. أقول له هل الابن صلب؟ يقول لي صلب طبعا. هل صليبه يخلص الناس من الخطايا؟ يقول هو حد حرقني غير كده. هل على المذبح جسد حقيقي؟ يقول لي أي ويلي من الجسد الحقيقي ده، أيوة جسد حقيقي بيخرب كل اللي عملته. هل دم المسيح يطهر من كل خطية؟
يقول لي نقطة واحدة بتخرب كل اللي عملته. الشيطان عارف ولا مش عارف؟ هو ده إيمان الشيطان. هل هو مستفيد ده من الإيمان ده؟ عشان كده يؤمنون وإيه؟ يقشعرون رعب. هل ينفع أن إيمان الإنسان يكون نعم يقشعر؟ يعني إيه؟ يرتجف. يرتجف طبعا من الرعب. الحقائق الإيمانية ترعب الشيطان لأنه هو عارف مصيره. لما أقول له الله موجود هو عارف أن وجود الله ده معناه أنه هو يتحط في جهنم في اليوم الأخير. فهل يصح أن المؤمنين يكون إيمانهم على مستوى الشياطين؟ عشان كده لما يجي لي واحد يقول لي آمن فقط، أقول له يا عم ده الشياطين يؤمنون ويقشعرون. آمن فقط إيه ده؟ الإيمان بدون أعمال ميت. وإحنا بنجيب من عندنا ده آيات في الكتاب المقدس ومفاهيم أباء مش مفروض نخرج عنها، وإلا هنعرض نفسنا للانحرافات. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ لاحظوا الآية دي جت كم مرة. أدي في آية 17، بصين معايا 17 والآية 19 20 والآية 24 آسف آية 26 آخر آية في الإصحاح ده بيأكدها. يعني ثلاث مرات الإيمان بدون أعمال ميت. كلمة أيها الإنسان الباطل، لأن إيمانه باطل بقى هو باطل. باطل يعني مخوخ فاضي. ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح فنرى أن ترى أن الإيمان عمل ما أعماله بالأعمال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. العجيب أن نفس الموقف استخدمه بولس الرسول في رومية 5 يقول فيه أن إبراهيم تبرر بالإيمان، بس لما قال تبرر بالإيمان كمل وقال إذ قدم ابنه إسحاق. والإيمان مش مجرد قال له يا رب أمنت بيك وسكت، ده قال له لا عايز إسحاق نذبحه نذبحه وأنا مؤمن لتقومه الأموال. فبولس ركز على الإيمان زي ما قلنا في المحاضرة بتاعت المقدمة لأنه بيتكلم ضد التهود، ويعقوب بيركز على الأعمال لأنه بيتكلم ضد الإيمان الميت اللي ملوش ثمر. فقال إن برهان إيمان إبراهيم إنه قدم ابن إسحاق. أنا شخصيا كنت هعرف إزاي إن إبراهيم مؤمن؟ ما كانش يعمل حاجة تبين إيمانه. أرني إيمانك بدون أعمالك. ليه ربنا أساسا قال لإبراهيم يقدم ابن إسحاق؟ عشان يبين للدنيا كلها إيمان إبراهيم وطاعته. فهنا الإيمان عمل مع أعماله وبأعمال أكمل الإيمان. يعني لو لولا الأعمال كان الإيمان يبقى مش باين ويبقى ناقص. وتم الكتاب القائل. كلمة خليل الله يعني إيه؟ صديق. ترون أنه إذن بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. آية عجيبة، بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كلمة لا بالإيمان وحده يعني مش بينكر الإيمان، بس الإيمان موجود ولازم معاه الأعمال الاثنين مع بعض. الخطأ إن أنا أتطرف أتكلم على الإيمان بس يبقى متطرف، أتكلم على الأعمال بس يبقى متطرف. لكن الكتاب هنا بيوزنني إيمان وأعمال. فضل. الآية رقم كام؟ الآية 24. لا أكملها. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كلمة وحده يعني الإيمان برضو موجود، لأن طبعا عايزكم تتخيلوا إيه العلاقة بالاثنين. تعالوا لي واحد مش مسيحي بوذي
واحد بوزي، عارفين البوزية؟ مش بوزي ده يعني، واحد بوزي بيعمل أعمال صالحة جدا يدخل السماء؟ دي بقى لأن ده أعمال بدون إيمان. مش احنا بس بنركز على الأعمال لكن حتى كمان الإيمان. طيب واحد مسيحي ولكنه ناشف وقلبه قاسي يدخل السماء؟ لأن إيمانه ما ينفعوش. فلو جيت أنا الواحد مش مسيحي بيعمل أعمال فاضلة، هقول له كل الأعمال اللي أنت تعملها دي زي قلتها. يقول لي ليه؟ أقول له لازم الإيمان. أنا بوزنه بقى، بوزنه، بعمل له اتزان يعني، مش بوزنه على الميزان، بوزنه يعني بعمل له اتزان. بقول له أعمالك زي قلتها، لازم تآمن بالمسيح. أجي الواحد مسيحي مؤمن قوي بس إيده ما تخرش المية، فقول له إيمانك زي قلته، لازم تساعد الفقراء. يقول لي أنت بتغير كلامك ليه؟ زميلي اللي جنبي قلت له أعمالك زي قلتها لازم تآمن، وأنت تقول لي إيمانك زي قلته لازم تعمل، ما تثبت لك على مبدأ. أقول له لازم الإيه؟ الاثنين مع بعض. طب مين الأول؟ الإيمان. ممكن نفس الآية، أبونا إسحاق يقول نفس الآية ممكن تتاخد بالعكس، أنه بالإيمان يتبرر الإنسان لا بالأعمال وحدها، لا بالأعمال وحدها، يعني أعمال وحدها ما تنفعش، لازم بالإيمان، والإيمان لوحده ما ينفعش، لازم كمان إيه؟ لا بقت مفهومة دلوقتي. فإمتى أقول دي وإمتى أقول دي؟ لما أكون أنا بتكلم مع مين؟ بقى أنا دلوقتي النهاردة رايح أكرز بالمسيح لناس وثنيين، أقول لهم لازم تعملوا أعمال صالحة؟ ما لهاش لازمة. هقول لهم لازم تأمنوا بالمسيح. أول لازم الأول الإيمان، اتفضل. مين؟ كرنيليوس. كرنيليوس أعماله الصالحة كانت مبنية على إيمان بالله، بس لسه معرفش المسيح، كان مؤمن بالله، راجل تقي بالرغم انه اممي لكنه كان يؤمن بإله اسرائيل. ماشي كده؟ ابونا بيقول ان البروتستانت بيقولوا ان الاعمال بتيجي كثمره للايمان، مفيش ما يمنع، بس هم كمان عندهم حته لكن الاعمال مش لازمه للخلاص، يعني حتى لو ما عملتش مفيش مشكله. بينما الآية هنا تقول إيه؟ ترى إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا ب... يعني حاطط الأعمال سبيل للبر. أنا بس سمحوا لي هخلص آخر آيتين عشان بس إيه نخلص شرح الإصحاح. بعد ما ادانا المثل بتاع الأخ العريان، وبعدين المثل بتاع الشياطين يؤمنون ويقشعرون، والمثل بتاع إبراهيم، هيدي المثل بتاع رحاب الزانية. أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. إيه حكاية رحاب؟ رحاب كانت ساكنة في مدينة أريح، والمدينة دي لها سور، وهي ساكنة فين؟ في السور. تعرفين ساكنة في السور ليه؟ لأن هي عاملة بيتها فندق للغرباء، فأي واحد غريب داخل البلد يبيت عندها في الفندق بتاعها، وده السبب في ان هي صارت انسانة زانية. وهي بتستقبل الغرباء، سمعت لهم عن اخبار ان في شعب قوي جدا بالرغم انه قليل في العدد، ومفيش عدو قدر يقف قدامهم، وناويين يجوا على أريحة، وسبب قوتهم انه معهم الههم عايش في وسطيهم، فأمنت بإله إسرائيل قبل ما تشوفهم. طب ده إيمان حلو. ومعلمنا بولس قال في رسالة العبرانيين إن رحاب تبررت بالإيمان. العجيب إنه برضه قال إبراهيم تبرر بالإيمان، رحاب تبررت، ده يعقوب يكمل يقوله بالأعمال. طب أنت آمنتي بإله إسرائيل، خلاص؟ قالت لا، لازم أعمل حاجة تبين إيماني. أول ما جوم الجاسوسين اللي بعتهم يشوع استقبلتهم في بيتها وخبتهم،
وأما الدنيا هديت راحت منزلاهم من السور وقالت لهم اهربوا، بس في شرط لما تيجوا تهجموا المدينة تنجوني. فقالوا لها تعملي ايه؟ حبل من الايه؟ قرمز، ده لون ايه؟ دم. فهي لما قبلت الجاسوسين يبقى نفذت ايمانها بطريقة عملية. واخر تشبيه ايه 26، كما ان الجسد بدون روح ميت هكذا الايمان ايضا بدون اعمال ميت. تخيلوا بقى الجسد ايه قيمته بعد ما الروح تطلع. كلكم بتقولوا كرامة الميت ايه؟ دفن. يعني اول حاجة بتحصل لما حد يتوفى عندنا نفكر هنعمل الجنازة امتى وفين، ويلا يروحوا يشوفوا المدافن، كل حاجة نجهز للدفن، لان لو اتأخرنا هنهين الميت لما ريحته تطلع. فبيقول الايمان بدون اعمال ميت زي الجسد اللي مفهوش روح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.